اللي زميل رامي بهجت. لكن قبل اي شيء وقبل كل شيء النهارده لازم نقول مليون مبروك، مليون مبروك لفريق بتروجيت الصاعد لدوري نايل بعد غياب خمسه اعوام. قدام حضراتكم مباشره فرحه اكيد ما بعدها فرحه، فرحه يستاهلها لاعبو ومجلس اداره وجهاز اداري وجهاز فني كل القائمين في نادي بتروجيت. مليون مبروك بتروجيت اول الصاعدين الى دوري نايل بعد غياب خمسه اعوام. سيد عيد ورفاقه يستحقوا العلامه اللي نشيد بيها بمدير فني متخصص في الصعود، متخصص في احتواء لعيبه تقدر تمر بمرحله كانت صعبه في بدايه الدوري، ممكن حافظ بشكل او باخر بعد يمكن الاسبوع الثالث او الرابع على تصدره للدوري ولم يفرط فيها حتى النهاية، وبفارق يتكاد يعدي العشر نقاط عن أقرب منافسيه. مليون مبروك بتروجيت، مبروك لمجلس إدارته، اسم هنقولهم وهنبارك لهم لأنهم يستحقوا أن هم يكونوا لهم التكريم ده النهاردة. كابتن لو سيد عيد اللي هو جمال فوزي، حب تقول ايه طيب الاول كده لكل واحد فيهم الاول كلمة؟ يعني انا بقول لك الاسماء عشان انت لا، ما احنا بص احنا ذاكرنا وجبنا عشان ده حقهم. اه بالظبط، حابب توجه كلمة الاول قبل ما اقول واكرم معاك؟ طبعا ده شركتي يعني طب ده حاجة عظيمة اكيد. مبنيون مبروك يا كابتن النهارده، مبسوط جدا جدا، هم يستاهلوا. احنا كلامنا في الاول عشان بس احنا ما احنا انا ما كنتش بزود في الكلام لان ما حدش يقول انا منتمي لبتروجيت او حاجة، لكن هم يستاهلوا بصراحة، كانوا منظمين جدا جدا. اختاروا مدرب على مستوى فني عالي متخصص في الصعود، شغلانته لعبته. انا كنت دايما بقول ايه، هو هو بتاع الحته دي وعارف اقصر الطرق ان هو يصعد، وكمان ما شاء الله كمان هو شاطر جدا جدا، معاه مجلس اداره موفرين له كل حاجه بصراحه. فرحه معبره كابتن طارق، الست اللي هو جمال فوزي رئيس النادي، والمهندس احمد فوزي المشرف العام على الكوره، الناس متعاونه جدا جدا جدا. انا مش عايز بس ازود كلام علشان عشان شهادتي مجروحه فيهم، لكن يستاهلوا، والف مليون مبروك، وان شاء الله يفضلوا ويعيدوا امجاد بتروجيت تاني. تمام كابتن طارق، تحب تقول ايه لبتروجيت؟ لا، لو هقول ملك الصعود كابتن سيد عيد. خلينا نتفق برضو ان الكابتن سيد عيد بصراحه سنتين ورا بعض دلوقتي، داخليها السنه اللي فاتت او السنه اللي قبليها، وبتروجيت السنه دي بقاله بيجهز سنه ونص للموضوع ده، واشتغل عليهم كويس جدا، عشان كده هضيف لك مع ملك الصعود اكيد اللي هيئ له لبن العصفور زي ما بيقولوا في لغه الكوره، مجلس اداره ومشرف من مجلس الاداره يحترم ان هم هيقولوا كل شيء. خد بالك الباشمهندس فوزي صح، المهندس الست اللي هو جمال احمد فوزي، اه المشرف على الكوره، المشرف على الكوره المهندس احمد فوزي. الباشمهندس احمد فوزي يمكن انا الدوري ده متابعه قوي وعارف اللي بيدور في الكواليس ايه، موفر كل الامكانيات اللي تحت ايد الكابتن سيد عيد للصعود. كابتن تتذكر لما كنا بنقول دكه زي اللي في الملعب؟ دي مش اي فرقه في القسم الثاني عملت. وبص السكواد ده والسكواد ده، يعني مثلا على سبيل المثال بيلعب اسماعيل بامبا فيرويد، يطلع اسماعيل بامبا ينزل الصعيدي يخلص، سامح ابراهيم، عندك متولي رشاد المتولي. لما كان لقاءات الكاس، لما كانت لقاءات الكاس وهو بيلعب في الكاس وبرضه عايز احافظ على المستوى، لقينا فرقه تقيله موجوده بتلعب في الكاس وبتادي وكمان نزل تاني في الدوري مره تانيه لعب، فانت عندك لا اداره قدرت توفر فعلا كل ما يطلبه مدير فني، كل الامكانيات تحت ايد الكابتن سيد طبعا، وهو بصراحه كراجل مدير فني مخضرم في الحته دي، نبارك له، بنقول له انت تعبت اشتغلت وصلت للي انت عايزه، مليون مبروك يا كابتن سيد، ودايما كده بنستمتع بشغلك وبنستمتع بيك فعلا يا كابتن سيد، تستاهل انت وجهازك الفني ولاعيبتك ومجلس الاداره. نافع كمان، مدرب عام نافع. طيب طبعا اسمحوا لي اقول اسماء اللعيبه وبعد شويه نقعد نتكلم معاكم، شويه نتكلم عن الجهاز الفني. لعيبه محمد ابو النجا في حراسه المرمى، ومحمود حموده بالصدفه جاي لك على الشاشه، هادي رياض، محمد خضر، محمود فيليكس، سامح ابراهيم، اسلام هشام، مصطفى سلطان، كوابينا، حامد حمدان، احمد رضا هاشم، مصطفى جابر، احمد عبد الموجود بحبح، ومحمود حمدي، واحمد الصعيدي، وتوفيق محمد توفيق، محمد مصطفى شطه، اسماعيل بامبا، خالد بسيوني، احمد علي ابراهيم، مروان امجد النجار، احمد عبد المنعم، حجاج عويس، حاتم جميل، محمود ابراهيم صقر، فارس رضا، وكامل احمد، ورشاد المتولي، ومحمد عادل، ومحمد ابراهيم دودو. دي
كل قائمه اللعيبه الخاصه بنادي بتروجيت اللي باليوم اليوم مبروك الرجاله اللي قضوا الموسم كله على قدر يعني من التركيز العالي جدا وايضا من تحمل المسؤوليه او الصعود للحلم اللي اكيد كلهم كانوا بيسعوا ليه. تحت قياده فنيه من اشراف مجلس الاداره المهندس احمد فوزي والمدير الفني المخضرم كابتن سيد عيد اللي بيقول لهم اليوم مبروك، مجهود كبير جدا من الاجهزه الفنيه. اللعيبه طبعا مجهود كبير جدا في ارضيه الملعب، ولكن الدماغ اللي بيعرف يقرا الفريق الاخر بجد بيقدر ان هو يعني يقرا الفريق الاخر ويتعامل مع خططه. مليون مبروك للكابتن سيد عيد وجهاده الفني. طب تعالوا نستعرض كده مع الفرحه دي اللي احنا شايفينها، يعني عايز اقول ايه، مبرره. مشوار بيبقى صعب، الدرجه الثانيه او القسم ممتاز الف او دوري المحترفين، كم من المباريات الصعبه الغير متوقعه اللي في ظروف مختلفه، اللي اللعيبه مباراه هنا ممكن تكون موفق، مباراه هنا مش مركز، لكن في النهايه ان انت تحصد وتروح بفارق فوق العشر نقاط كمان يحسب لي بتروجيت. الفرحه دي مبرره، الفرحه دي مليون مبروك لهم، الصعود بعد خمس اعوام مره اخرى لدوري نايل، اول الصاعدين في هذا الدوري قسم الثاني الف المحترفين بتروجيت. مع حضراتكم الاهداف اللي النهارده صعد بيها واكد رسميا صعوده حامد حمدان اللاعب الفلسطيني، بيحرز عفوا الهدف الاول في الدقيقه 7. بشاير زي ما احنا بنقول كده، بتقول اهو احنا مركزين، احنا موجودين، احنا على حلمنا مكملين ومؤكدين ان احنا ما عندناش حاجه تانية غير ان احنا صاعدين. مش لعيبه عندها ثقافه لا احنا كده كده صاعدين فمنريحين، لا ده بيحسم قبل نهايه الجوله بثلاث جولات تانيين كمان. الهدف الثاني سامح ابراهيم في الدقيقه 23 بياكد وبيعزز. اي حد تاني ممكن يقول لك ثقافه اللاعب المصري خلاص وانا اروح واريح واقف ورا والمشكله عندي خلاص انتهت، انا كده كده يعني هدفين ما اظنش ان هيخش فيا هدفين تعادل مره تانية ولا هدف ولا اتنين يتعادلوا معايا. لا كمل بتروجيت واستطاع انه يعزز من فوزه بهدف ثالث في الدقيقه 94 من الوقت بدل الضايع. احمد الصعيدي بيحط في الدقيقه 94 بلس 90 أربعة دقايق وقت بدل ضايع بيحرص فيها بتروجيت تاني، بياكد لك قد ايه عندهم حماسه بجد بجد، قد ايه بيقدر بياكد على طايه. اللقاءات بقى اللي بتبقى بعد الفرحه دي واثناء الفرحه دي بتبقى يعني بجد ليها طعم خاص.